تحديد اخويا حسن. اللهم بارك اخويا عادل. الله يحفظك. يا سداوي على راس اخويا عادل. شقل تنار كاين هاد النتيوات كاملين النتيوات يا خويا زوين. كاين الكربيط صافي. بغينا ياك ما بغي يفرفلو. هانتوما الاخوان هادو راه وليدات ديال الميسو. هذا باغي يهرب. راه نشدو هذاك هنايا. زيد 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 زيد. خذ اخذ احمر اخذ زرق بحال 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 حشمان ما بغاش يدخل الخزان. لا كنداوي انا وي سبحان الله العادي. هذا اللي بيدي هو يدخل الخزان. جدر ولا قرار؟ جدر ولا قرار؟ هادي راه ديال الدار ما كيعجبك يخرج من الدار. انا عارفك انايا هادي الطويرات ديالك ديال الدار. والله الا عندي هذيك قرعه لي شي ولي باقي عندي. بالنسبه للثمن ديالو شحال كتلف فيه؟ 700 700 درهم. جوج عندي الدار عنده 100. نسمعوه نسمعوا الخزانه ديالو. واللي بغاه يدير معاه ثمن زوين. مرحبا. جبتني من الدار واقع ياك؟ كم عندك حل ولا ابيض؟ ها؟ واصل واش مروزي؟ لا مروزي لا مروزي هذا. الطيور عندي هذا عندي واحد اخر. كيضرب شي حصور؟ شويه كيضرب واش بزاف؟ شويه. مسموح نطلع الكسوه ديالو؟ ماشي مشكل اخويا عز. بالنسبه للكسوه ديال الطيره الاخوان بالنسبة للنميرة ديالك اخويا 06 63 53 73 51 اخوان اللي بغى الطوير يتواصل مع مولاه وتحياتي للجميع. تبارك الله اليوم عندك المليح اخويا حسن. كاين في هاد الحصره هادي اللي كيدخل الخزانه كيجبدها اما الطلوقات كنزولها في الكفرات. اللهم بارك اخويا عادل. ما يكونش كيعاود الحصور بزاف د المرات وصافي. راه باغي يخدم باغي يتجاوز. دابا راه سمعت التشبيت تاع نتاوي ملي كيسمع التشبيت ديال نتاوي كيبدا يجبد داك التحكيم. Thank you.
اخ حسن الله يحفظك الله يكبر بيك الحمد لله الله يحفظك خويا حسن بالنسبه للطوير الاصل ديالو قرا ولد العام عامين وفيه مواصفات ديال الخدمه مرحبا عمرنا جربنا واش خدام ولا ما خدامش غادي يخدم ولكن الملامح ديال الخدمه مواصفات ديال الخدمه ملامح ديال الخدمه كاينه كاينه في دور الله يسخر لي غياخذ الله يسخر لي هذا الشيء اللي كاين اخويا حسن نشوفوا الكسيوه ديالو مرحبا خويا حسن اول حاجه غنسولك على الثمن ديالو الثمن ديالو اخويا عزيز نقول 1000 يبقى ب 900 كتقول 1000 درهم يبقى ب 900 درهم ما كاين لا جبات كاري لا جبات سينكو اخويا تحياتي لجميع الموالين تحياتي اخ عادل عادل صاحب هذه المقوله ديال جبات كاري مرحبا اخ عادل حميم تحياتي الاخ عادل حميم تحياتي الاخ احمد اللي في بلجيكا وتحياتي لعبد الستار في فرنسا وتحياتي لجميع المتتبعين ديال الطائر الحسون عبد الستار فرنسا راه كنبغي خويا نقدم ليه تحيه وكننسى دريواش هذاك السيد الله يعاونك خويا عبد الستار ديديكاس كبير اخويا عبد الستار وما نساوش اخويا الحسن بلجيكا دائما كيسول عليك تحياتي لي تا هو مرحبا بالجميع بالنسبه للنميره ديالك اخويا حسن النميره اخويا عزيز 06 51 51 73 74 94 19 شكرا اخويا حسن لا شكرا الله يسخر لي الله يحفظك خويا عزيز بالنسبه لهذا اخويا حسن قلتي لي ولد العش يعني في باك فيكس 2.5 ومكلم طير عندي فيديو ديالو اخويا عزيز الثمن الثمن اخويا عزيز اللي بغات تلوح لي الفيديو تيتصنط ويقتنع وديك الساعه باش نقول ليه الثمن اخويا عزيز ولكن الثمن غادي يكون ثمن مناسب كيف ما كنقولوا مرحبا اخويا عزيز عاود معايا النمر ديالك اخويا حسن 06 51 51 73 94 94 19 الله يسخر لك اخويا حسن الله يحفظك خويا عزيز كنشكرك حسن سينا الطوير مرحبا اخويا عزيز الله يسلمنا اخويا ما كانش عندك نهار هذا شحال عنده هذا الجزائر عنده عامين اخويا عامين الثمن ديالو الثمن ديالو تنقول 500 خارج الكلام كيتكلم الله يبارك كيتكلم الثمن ديالو الثمن ديالو 500 درهم يبقى 450 يبقى 450 درهم الثمن ديال الدراويش اخويا مرحبا تحياتي اخويا حسن الله يكبر الله يسخر لك انا اخويا اللهم بارك عقولي اللهم بارك الجزائر عنده 5 سنين هذا قلت لي الاصل ديالو برانيه برانيه تبارك الله هذا راه يخدم باذن الله راه يخدم بالنسبه للثمن ديالو خويا شحال كطلب فيه 1000 درهم فيه كلام ياك مرحبا
خلي النمرة ديالك اخويا مادام انهم كلموا هادي اللي بغاه يجي يسمعوا ولا تكلم راه غنشد ليه واحد مقطع. اعطيني النمرة ديالك 06 12 77 90 49 اخوان طوير في المستوى اللي بغاه مرحبا الف مرحبا مازال نشدوه هو مكلم ان شاء الله. عشاق الحداد كاين هاد الحداد ما شاء الله هاد الحداد قلتي لي شحال عنده اخويا عامين تبارك الله انا كنعرفك يعني لما عندكش يعني حداد مكلم راه ما تدخلوش للدار لا ما يدخلش حدا حد ملكي مزوج وطير عاوتاني كيكون مكر عندك في الدار يعني باش تجيبو للسوق وهادي راه كيقدر ما يتكلمش. بالنسبه لهاد الحداد شحال قلت الثمن ديالو 400 درهم عندك هذا وعندك واحد اخر ياك انا غنشوف عامين نشدو الاخر وبالنسبه لهذا حتى هو 400 درهم يعني ثمن واحد ثمن موحد الاخوان 400 درهم الواحد واللي بغى شي حاجه يجي تيسمعها من الاخر اخويا ها اللي بغى شي حاجه يجي تيسمعها اي مرحبا اما غيدي حدا واحد ملكي النميره ديالك 06 06 00 00 19 19 67 67 07 كيبان لي في يديك واحد الضب نشدوه. بالنسبه لهاد الضب اخويا علاش كيتربى هذه اول حاجه كيتربي على حساب المشاقه ديالو يعني الكروم يعني هو خاص الموالي البروده كاين هو عنده المواليع ديالو حتى هو عنده الموالي بالنسبه لهذا راه كيتكال كيتكال حلال في الماكله ديالو حلال. بالنسبه لهذا شحال كيدير الثمن ديالو كيقول 150 150 درهم هذا المنطقه اللي كيعيش فيها هو كيعيش في الصحراء يعني هذا هو البلاصه ديالو فين كيكون بزاف كيكون بزاف لا المناطق الجافه ما كياديش يعني لا لا ما ياديش وانت كتشوفني كنلعب سبحان الله العظيم تبارك الله عليك اخويا الله يحفظك خويا سعد السلام عليكم وعليكم السلام كي داير مزيان هاني صحابي خير بالنسبه لهاد الطوير اخويا الاصل ديالو واش قرع ولا جدر قرعود العام قرعود العام تبارك الله في شي كلام اخويا كامل كلام تبارك المنقار ديالو راه مروزي يعني الطير راه خارج الكلام كلم ديالو بصح الكلام اللي فيه اخويا كيدير خويا كلام وداني كنتي حاط عليه شريط ولا الحي لا خويا كنت حاط عليه الشريط عطارق جني وحاج اللهم بارك باغي يخدم الثمن ديالو اخويا شحال كتقول فيه؟ خويا 1000 درهم 1000 درهم واللي بغاه ملي كنقولوا 1000 درهم ولا يعني الثمن شويه طالع كنقولوا اللي بغاه يجي يسمعوا من الاخر النميرة ديالك اخويا طير السالك شر مرحبا طير السالك شر وانا اللي عارف النميرة ديالك اخويا مرحبا 06 06 94 94 01 01 74 74 99 99 حيت ولا قوة ديال قوة الكريتيك وهذه على حسب اسمنا وهذه كنحاولوا قد ما امكن يعني نقولوا اللي بغى شي حاجة مرحبا يجي يسمع مرحبا هذا الشيء اللي كاين تبارك الله عليك خويا خويا العزيز بالنسبة لهذا الجدر قلتي لي ياك شحال عنده؟ عنده عامين خارج الكلام الثمن ديالو 500 درهم وبالنسبه لهذا باقي ما دارش بداله 6 شهور واد حداد اخويا ولد عام يعني عنده عام دابا الثمن ديالو 300 درهم عندك شي نميره اخويا 06 06 32 12 42 58 اللي بغى شي حاجه الاخوان من الطويرات يتواصل مع الاخ الكريم الله يسخر لك اخويا شاق الكنار كاين هاد النتيوات كاملين النتيوات اخويا زوير كاين ذكر بيض صافي كاين ذكر واحد اللي بياخد بالنسبه اخويا الثمن 120 120 درهم غادي يكونوا واجدين انا واجدين مم.
بالنسبه للنميره ديالك اخويا اللي بغى شي حاجه السوق السوق الله يعيطك شي واحد مرحبا مرحبا اللي بغى شي حاجه الاخوان السوق تحياتي للجميع خويا مصطفى الطوير كيدوي تحت منه حتى المقال والقار باقي ملاحوش ملاحوش هو لو هو لو خاصو يتكلم يلا كي بشغط نشوف الكسوه ديالو الكسوه ديال الطير الاخوان جمالك جمال تبارك الله وحدنا الاخ جمال كي داير جمال بخير ما شاء الله قول لي يا خويا مصطفى الثمن ديالو شحال كتقول 500 درهم نشوفوا الطويرات الاخرين اخويا هو داو بالنسبه لهذا اخويا مصطفى الاصل ديالو قرا ولا جدر قرا شاو قرا انا مصطفى انا ماشي مول قلتي لي عاطينك شحال عاطينك عاطينا 500 علاش على كلامه الهضر ديالو كلامه دابا ما دواش ليا انا كيبان لي بحال غيدخل البداله دابا باقي داو الفرق باقي يدير باقي مكلم شحال باغي فيه انت 700 درهم شوفوا الطويرات الاخرين وكاين هاد النتيوة تبارك الله بالنسبة لهاد النتيوة شحال عندها؟ بنت العام بنت العام الثمن ديالها؟ ما غير 300 درهم يعني بنت العام 300 درهم راه نتوا راه كديرة هي عاقلة الصراحة ورجيلة تبارك الله بايدين باقي عندك شي طير ياك؟ صافا كاين هذا كاين علمي السو هذا شديتيه مازال هذا وكاين هذا الاخوان بالنسبه لهذا 35 هذا شنو هو جدر ولا قرع؟ لا قرع قرع 350 درهم الاخوان واللي بغى شي حاجه يتواصل مع الاخ مصطفى النميره ديالك اخويا مصطفى 07 07 17 84 35 96 تحياتي اخويا اللهم بارك اخوانا ديال نتشيوا تبارك الله كضرب الحسنيه شحال عندها هاد نتشيوا؟ تبارك الله نتشيوا الاخوان عندها 3 سنين باغي تبيعها الله يسخر فيها عطاوك 700 درهم ما شاء الله هادشي علاش مابغيتش نبيع حيت فرخة عندي عارفة كيدير فهمتي الاخوان اللي كيديروا لي الفاج بالنسبه للاعشاش الاخوان بالنسبه لهادو خويا شحال كتقول شحال داير لهم خويا 20 درهم بياسه جمله مع 10 فوق 15 درهم هادو حيت مغطين ياك هادو مغطين هادو اه ما فيش خمسه هادو عرياني وهاد العرياني هادو خويا 13 درهم بياسه 12 درهم جمله 12 درهم جمله كيف ما كتسمعوا الاخوان وكاين هادو 15 درهم هادو 15 درهم جملة 15 درهم 20 درهم بياسة 20 درهم البياسة بالنسبة للجملة جملة 15 15 درهم من 10 لفوق بالنسبة للنميرة ديالك اخويا 06 06 73 77 60 13 60 13 صحاب الوطواطا اه كبيرة هادي هي ديال الوطواطا الناس اللي كدير ليرفاج للوطواط هانتوما الاخوان تبارك الله عليك خويا الله يحفظك خويا
بغينا ياك ما بغي يفرفروا. هانتوما الاخوان هادو راه وليدات ديال الميسو. هذا باغي يهرب. راه نشدوه. هذاك هنايا زيد 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 زيد. اجي هنايا انت بغيت تفرفر ما عندنا ما نديرو معاك. نشدو هادو اللي باقيين تبارك الله باقيين في العش. بالنسبه لهادو خويا واش مفرزهم؟ عندهم ثلاثة الكورة. هذا اللي في يديا واش ذكر ولا نتوا؟ لا هذه نتوا. هذه نتوا. الكورة هما هادو اللي في العش. بالنسبة للثمن اخويا شحال كتقول فيهم؟ تنقول 600 درهم. 600 درهم. واش البياسة ولا كاملين؟ كاملين. كاملين. باش نوضحوا الأمور. مرحبا ألف مرحبا. بالنسبة للنميرة ديالك اخويا؟ 07 20 47 73 56 اللي بغى العشيش ديال الميسو الاخوان يتواصل مع الاخ الكريم وتحياتي للجميع. 1000 ريال. صافي حدادية زوين. خذ خذ احمر خذ زرق بحال فهمت ديالك. 4000 ريال بقى جديدة كانوا جوج بعنا حدا بقى ثاني. وقيل بغيت تشري وقيل الثمن تصور معك. سير لا في حافظوا على الحسنيات. حسنية ممكن ولا كاشيطة فيها سمعتي الحسنية سمعتيها الله يحفظك خويا الله يبارك فيك. اللي عنده ديال الطير ديال ديال الفلاوطه متوفين درهم.